على الفيسبوك 1,600,000 مشاهد. هسه طلع لك اخت ايمان، ايمان عبد الزيت من ديوانيه عظيمه ما شاء الله. ها هذا نفس الشيء فرحه انت الفرحه ما في هذا نفس فرحتك والله. يا هو اكو وحده من الديوانيه استنى 5 ملايين استلمت مره من اهل الديوانيه هسه ذكرني بها ايمان عبد الزيت والله سهل امورها. وحده من اهل الزعفرانيه 100 على راتبها سوينا لها كتاب وخابرتنا قالت يا بطوني 100 جزاكم الله الف خير. فهي مو وحده واثنين بس انت تحكي حجي اكو جماعه من المتقاعدين مع احترامي ان للمتقاعدين ونقابتهم وغيرها. ذاك اليوم انا واقف يم استاذي هذا اجى رجل يراجع تقاعد عسكري اي قال له دفتر خدمه قال له ما عندي قال له هويه قال له ما عندي شلون قال له العشره ماشي زين شلون انا اطلع له التقاعد ما يصير اي يعني الحق هم اكو ناس فيها كل شيء ما عنده هو. يلا حجي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايامكم سعيده وكل عام وانتم بخير ومن العارفين. اسعد الله ايامكم. جهودكم اتجاه المتقاعدين اخوتكم العسكري والمدني والمستفيدين. الحمد لله. اكو ملاحظه على زميلكم من المتقاعدين العسكريين. حياك الله. واشكر الاعلاميين المكارم العاصي على هذه التغطيه الاعلاميه. جهوده متميزه ومشكور للشمري ومشكور لاخونا العزيز. فاحنا بالنسبه ان اكو ملاحظه واكو نقول له حيون العبيد فتحوت هوسه مرتها وست لهوسه قالت له يا خيون كن ابراهيم ابراهيم الساعد ابراهيم الساعد والرجل ما قصر اي ادري حاليا النقل بس هو الرجل يعني اروح لقبل لغرفته مواقف الحج ان شاء الله. اقترح انه يكون على المتقاعدين على هيئه التقاعد ان يبارك على هاي الشغله. لا يعني اتصل بمؤسسه اكثر اخواني الان موجودين قالوا ممكن هيئه التقاعد تتبنى قضيه السلف مو كان ما هي بالمصرف بس بداخل المصرف بداخل هيئه التقاعد تفتح مصرف فتح مصرف فتح مصرف هيئة التقاعد الوطنية خاص المتقاعدين اي بعد ما كنا رشيد ولا لا رشيد ولا مالية وهيئة التقاعد الوطنية حقوق السلف نصر الرشيد الذي يمنحها للمتقاعدين والمتقاعدين جاي يعانون معاناة حقوق السلف وحقوق السلف تقديمه الكترونية احنا نترجع المعاملة وحقوق المصرف بس هاي نوجه رسالتنا الى طيف سامي هو مدير هيئه التقاعد الوطنيه مشكوره ان تدعم المتقاعد وتصير السلف داخل هيئه التقاعد حصريا يفتحون مصرف ويخلوه داخل المتقاعد حتى المعاناه يخلصها المتقاعد احسن ما يروح للمصرف يقدم وكذا والاستقطاع المبلغ هوايه كلش الفوائد مالته يعني عنده راتب 500 ياخذ منحه 8 ملايين او سلفه يستقطع من عنده 3,360 الباقي يقول يا بشنو الاستقطاع؟ يقول استقطاع رسومات او استقطاع تامين لحظات الحياه المصرفيه يعني المبلغ الاستقطاع اليه التقديم ها؟ اليه التقديم صعبه اليه التقديم صعبه على المتقاعد تقديم ملايين ملايين يقول له هذا البرنامج وانت روح البيت قدم على السلم لو روح المكتب بهيئه التقاعد هيئه التقاعد احسن يروح الممثلين بهيئه التقاعد مصرف مصرف يسوون هذا البرنامج مصرف خاص يستفادون من الارباح مصرف خاص للمتقاعدين يفتحون هيئه التقاعد تفتح مصرف خاص للمتقاعدين على مود السلف ماكو شغله الروتين تجيب تعال معامله وياخذون مبلغ استقطاع 300 وياخذون 500 من عندي وياخذون تجيب الفلوس الوصول الفوائد هواي الفوائد هواي فقبل المتقاعدين هيئه التقاعد فهو احسن انضبط احسن ما تروح للرشي اخوي وتروح للراشدين تروح للهيئه الهيئه هي متابعه عنا وهي مديريتنا مو قضيه اليوم والبارحه هذه قضيه مستقبل تخص ناس هواي القدماء واللي راح يطلعون حاليا فدعوات كثيره ان شاء الله راح نقدمها قنوات اعلاميه فدعوه من خلالكم يا اخوان للمره الالف نبذل خصومات ونكران الذات وهذا المؤتمر لا يحسب لا لفلان ولا علان يحسب لعيون المتقاعدين لأجل المتقاعدين فاللي نترجاه من كل الأخوة
انه ترك هاي الخصومات، ترك هاي الاختلاف بالراي، ما عندنا احنا شيء وياهم، ويجون مع اخوتهم في رابطه المتقاعدين، ونطلع في بيان ختامي موجه الى دوله رئيس الوزراء والى مجلس النواب لانصاف هذه الشريحه بكل فئاتها، المدني والعسكري والوريث والمستفيد، وان شاء الله يتحقق هذا الهدف بعون الله. والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك. عيني كل عام وانت بخير. ومباشر على عشاقي عم علي توفي. شلونك عيني؟ الله مجال؟ عين عين غاد. شر حبيبي بن حسن. لا تفضل. والله داري تهسع. لا لا كل حياكم الله يا ابو سعيد. الحجي عنده ملاحظة. ابراهيم، ابراهيم الساعد، ابراهيم الساعد والرجل ما قصر، اي ادري حاليا النقل، بس هو الرجل يعني اروح له قبل للغرفة موقف الحج ان شاء الله. الله يحفظك. ابو زهراء الجعفري رئيس رابطه التقاعدين وزاره الداخليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما زالت التحضيرات جاريه على قدم وساق لعقد المؤتمر الاول لكل المتقاعدين العراقيين اينما كانوا بغض النظر عن كل الفئات. اليوم المؤتمر هذا ان شاء الله اذا عقد هذا المؤتمر يكون يعني بادره خير او بادره امل مثل ما نقول لكل المتقاعدين، وراح يكون بيطرح كل المعوقات والمشاكل اللي تواجهها كل المتقاعدين. ونعم هو رسالة للمسؤولين أيضا، وراح يكون حضور النواب ومسؤولين ومدير التقاعد وكل الأخوة اللي معنين بهذا الموضوع. اليوم نبعث رسالة من خلال هذا المؤتمر إلى كل المسؤولين، ومظلومية المتقاعد اليوم أصبحت مظلومية أو أصبحت كرأي عام، لازم نسلط عليه الضوء. المتقاعد نواة المجتمع، المتقاعد كان يخدم هذه الدولة، المتقاعد لم يخدم برلماني ولم يخدم رئيس وزراء ولم يخدم رئيس دولة بحد باسمه،